السلام عليكم، أسعد الله صباحكم بكل خير. نحن الآن في منتزه جميل زي ما شايفين خلفنا وماشيين على الرمال الجميلة، حنصور لكم بعض اللقطات الجميلة. السلام عليكم، يعطيكم العافية، حياكم الله. ما شاء الله أجواء طيبة. نحول الكاميرا خلفية، نصور لكم الأجواء. حياكم الله، ما شاء الله. هذه جبال الحفياء في منطقة البيضة، منتزه البيضاء الوردي. اللهم بارك. حيا الله الشباب، معليش نصوركم يعني ولا كيف الوضع؟ أعطيكم العافية، ما شاء الله. هنا ذكريات، خلينا نكتب نقش ولا شيء يا شيخ ياسر. نعملنا نقش هنا ولا شيء. الشيخ ضد إنه يكتب على هذه الحجارة. جزاك الله خير. الله، شوف. اي والله صح، بالعلا، سبحان الله. طبعا الان احنا متوجهين في منطقة هنا لما ينزل مطر في المدينة تتجمع فيها مياه الامطار، فحنروح نكتشف انه هل في موية ولا ما في موية. الان هاي اتضح لنا، شايفين هنا نسمة الهواء جميلة جدا، مع انه احنا في المدينة بس درجة الحرارة ربما اقل من داخل المدينة. ما شاء الله، يمكن لأنه المنطقة جبلية. هنا الدكتور عبد العزيز الرفاعي معنا كمان، وهنا الأستاذ ياسر أبو عمار. حياك الله، يا مرحبا، أهلا وسهلا، الله يكرمك يا رب. نحن دائما لنا خرجات مع بعض. اي والله، سبحان الله، باقي بس واحد كذا يدفه عشان يطيح. اي اي نعم. طبعا هذه في اخر منتزه البيضاء البري، وهذه جبال الحفياء هذه لها يعني ذكر في حد حمى الشجر. لنا ان شاء الله كده تغطية مفصلة عن حمى الشجر وحمى الصيد في قادم الايام باذن الله تعالى. يلا لما نشوف الموية ان شاء الله نرجع لكم. حيا الله الدكتور. يا مرحبا. يا مرحبا، شوف ابشرك انه اول ما وصلنا وصل الماء. ما شاء الله، اللهم بارك. هذه مياه الامطار، اخر مطر في المدينه تقريبا 10 ايام. ما شاء الله الى يومها. الامطار جت قبل 10 ايام. اي نعم، لسه في الى الامام حنحصل شيء الكثير، ما دام انه واصل لهنا فمعناها امورنا طيبه. بعدين في بسه هنا فمعناها اكيد في اكل، حنحصل اكل، حصل فطور مره ثانيه. يلا يلا ان شاء الله. طيب وصلنا الى منطقة وكأن المكان سد. ايوه هنا الشيخ ياسر وعمار ما شاء الله مبسوط بالجلسة، ها بياخذ له كم سيلفي كذا. تعال تعال، لازم ناخذ سيلفي مجتمعين مع بعض. طبعا انا احس انه كأنه الصخرات هذه كأنه طايحة من فوق، لاني انا جيت المكان هذا قبل كذا وكان الطريق سالك، فأظن أنه الصخور هذه كأنه نازلة جديد، والعلم عند الله. سبحان الله العظيم، شوف الموية جاي من هناك. يلا وصلنا إلى آخر منطقة في البيضاء، خلاص ما يمدينا نعدي. شوف الصخور هذه قفلت علينا، قفلت علينا، ما في أي مجال أحد. الله كريم، لكن المكان جميل رائع. طبعا ملخص هذه الزيارة الطيبة المباركة، أول شيء نشاط وحيوية ورياضة. الأمر الثاني ما يتعلق بموضوع المياه، طبعا منسوب المياه نوعا ما قليل، ما هو كثير. أولا لأنه نحن لنا تقريبا 10 أيام، الأمطار هذه من 10 أيام والحرارة شديدة، فكان لها دور في تبخر جزء كبير من المياه، فلذلك يعني منسوب المياه قليل جدا. والحمد لله اهم شيء الرياضه، ولا لا يا دكتور؟ اكيد الرياضه. هنا غيرنا جو الحمد لله، الحمد لله طيبه، والمكان رائع صراحه جميل. اهم شيء الاطلاله اللي وقف عليها الاستاذ ياسر ابو عمار، كيف الاطلاله كانت؟ وهي جاتنا الشمس، مكان جيد ما شاء الله، مناسب ايضا للتخييم، فحياكم الله. وانتبهوا جيبوا معاكم جزمات، لا تكون جزمات اللي تزحلق.
الله طحالب. يلا نستودعكم الله، زيارة طيبة.